وفي عندي وسام من سنة الـ64 عندما ما كان صارت أغادير في الجزائر، كنا في مدرسة الحسين في الخليل وتطوعنا بالحركة الكشفية للتبرع بالدم، وأعطونا في هذاك الوقت وسام وأنا أحتفظ به لهذا اليوم، وهو شرف عظيم لي أن أكون أحد المتبرعين في الدم، وأنا لا أزال أعمل في الحركة الكشفية. وهذا الوسام اللي موجود معي موجود وهو موجود معي هذا من الأردن.